السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن درس جديد بعنوان نور والجغرافيا، وده الدرس رقم 3. نور تثير دهشة المدرسة. المدرسة كلها تحدثت عن نور عندما حصلت في مادة الجغرافيا على درجة ضعيفة. المديرة لم تصدق هذا، فنور تلميذة مجتهدة وفازت في العام الماضي بكأس التفوق. فكيف حدث هذا؟ قالت معلمة الجغرافيا: ربما كانت نور تعاني مشكلة ما، لهذا يجب علينا أن نمد لها يد المساعدة، أو نمد لها المساعدة حتى لا يضيع مستقبلها. قالت معلمة الجغرافيا: لقد كان السؤال الوحيد في الامتحان هو ارسمي خريطة الوطن العربي وعيني عليها حدود كل قطر عربي. تعال يعني نتكلم عن بعض اللغويات. المدرسة كلها تحدثت عن نور عندما حصلت في مادة الجغرافيا على درجة ضعيفة. طبعا نور طالبة متفوقة، فكيف حصلت على هذه الدرجة الضعيفة؟ تمام. فنور تلميذة مجتهدة وفازت في العام الماضي بكأس التفوق، فكيف حدث هذا؟ قالت معلمة الجغرافيا: ربما كانت نور تعاني، يعني تعاني يعني تقاسي وتتألم مشكلة ما، فيجب علينا أن نمد لها يد المساعدة. طبعا يد يا جماعة أياد وأيد. تمام. وقد كان هناك سؤال وحيد، وهو ارسمي خريطة الوطن العربي وعيني، عيني يعني خصصي وحددي. تمام. نمد لها يد المساعدة، هي نبسط المراد، نقدم لها يعني مضادها نقبض ونمنع. عيني عليها الحدود، حدود مفردة حد وهو الفاصل بين الشيئين. كل قطر، قطر يعني اللي هي البلد، ماشي هنا في خطأ، معناها البلد وجمعها الأقطار. تعالوا سريعا نتكلم عن بعض الأسئلة المناقشة. نور ترسم وطنا بلا حدود داخلية. نور ترسم وطنا بلا حدود داخلية. والعجيب أن نور رسمت الحدود الخارجية للوطن العربي. تمام. بس السؤال كان سؤال واحد بس، وهو ارسمي خريطة الوطن العربي وعيني عليها الحدود الداخلية والخارجية. لكن نور رسمت الحدود الخارجية بس للوطن العربي بشكل دقيق أي محكم، لكنها لم ترسم الحدود الداخلية بين الأقطار العربية. ثم سألت معلمة الجغرافيا نور: هل كانت هناك ظروف منعتك من استذكار دروس الجغرافيا؟ من مذاكرة، من استذكار أي مراجعة دروس الجغرافيا؟ قالت نور: لا، لم تمنعني أي ظروف، وقد ذكرت دروسي جيدا. العجيب يعني المدهش أو الغريب أن نور رسمت الحدود الخارجية للوطن العربي بشكل دقيق يعني محكم ومتقن، جمعها أدقة ودقاء ودقائق دقائق دقائق ودقائق. طيب، ظروف أي أحوال وأوضاع مفردة الظرف، منعتك أي حرمتك ومضادها سمحت لك، استذكار فهم وحفظ ومراجعة. سريعا عذرا بعد ست مناقشة. أول سؤال معايا: لماذا تحدثت المدرسة كلها عن نور؟ نعم، لأنها حصلت على درجة ضعيفة في الجغرافيا. السؤال الثاني: لماذا لم تصدق المديرة ما حدث للنور؟ لأن نور تلميذة مجتهدة وقد فازت بكأس التفوق في العام الماضي. شيء طبعا غريب جدا، يكون عندنا طالب متفوق وفجأة يجيب درجة ضعيفة جدا في مادة من المواد، أكيد هناك سبب. كيف فسرت معلمة الجغرافيا ما حدث لنور وماذا اقترحت؟ طبعا رأت أن نور ربما تعاني من مشكلة ما، واقترحت أن تقدم لها يد المساعدة، أي تقدم المساعدة إليها حتى لا يضيع مستقبلها. ما السؤال الوحيد الذي جاء في الامتحان، في امتحان الجغرافيا؟ برافو عليكم، كان السؤال الوحيد ارسمي خريطة الوطن العربي وعيني عليها حدود كل قطر عربية. كيف أجابت نور على السؤال الذي جاء في الامتحان؟ قلنا أنها رسمت الحدود الخارجية للوطن العربي بشكل دقيق، لكنها لم ترسم الحدود الداخلية بين الأقطار العربية. نكمل. نور ترفض الحدود بين الأقطار العربية. هنا سألتها المديرة: إذن لماذا لم تجيبي عن السؤال بطريقة صحيحة يا نور؟ طبعا يا نور قالت إنها إجابتها صحيحة. تمام. قالت نور: وكيف تكونين على الصواب وأنت لم ترسمي الحدود بين الأقطار العربية؟ قالت نور بحزن: وهل تعتقدين أن وضع الحدود بين الدول العربية يكون صوابا؟
أنا أستطيع الآن رسم هذه الحدود أمامك. وتناولت ورقة ورسمت علي الحدود بين الدول العربية بطريقة صحيحة. وفكرت المعلمة في كلام نور وتخيلت الوطن العربي الكبير وهو بلا حدود بين الأقطار العربية، وتخيلت الإنسان العربي وهو يتنقل بحرية بين الأقطار. تعالوا سريعا. طبعا دهشت المعلمة، يعني تعجبت وتحيرت. هل تعتقدين، أي تتيقنين وتتأكدين وردها تتشككين؟ ثم تناولت ورقة، أي أخذت ورقة وردها تركت في خطأ هنا برضو. تخيلت أي تصورت الحرية مضدها قيد، جماعة إيه حريات. المعلمة تؤيد رأي نور. وهنا أدركت المعلمة أن نور لم ترسم حدودا بين الأقطار العربية، ليس لأنها لم تكن تعرف كيف ترسمها، ولكن لأنها تتمنى أن تزول الحدود بين أجزاء الوطن. وانتهت المعلمة من تفكير ونظرت إلى نور وقالت لها أنت على حق. أدركت، يعني فهمت وعرفت أن نور لم ترسم حدود بين الأقطار العربية. طيب ليس لأنها لم تكن تعرف كيف ترسمها، ولكن لأنها تتمنى أن تزول يعني تمحى أو تختفي من ضدها تبقى. انتهت يعني خلصت ووصلت إلى نهاية من ضدها ابتدأت. تتمنى أي تأمل وتريد بشدة. أمة يعني جماعة من الناس، لا بد الخطأ دي مربوطة هي أمة، جماعة من الناس، جماعة أمم. بعد أسئلة المناقشة، لماذا لم ترسم نور حدودا بين الأقطار العربية؟ لأنها رأت أن وجود هذه الحدود بين الأقطار العربية أمر غير صحيح، أو ممكن لأنها كانت تتمنى أن تزول هذه الحدود. كيف برهنت نور على معرفتها الإجابة؟ نعم، تناولت ورقة ورسمت عليها حدود بين الدول العربية بطريقة صحيحة. ماذا تخيلت معلمة الجغرافيا بعدما فكرت في كلام نور؟ تخيلت الوطن العربي وهو بلا حدود بين أقطاره، وتخيلت الإنسان العربي وهو يتنقل بحرية بين الأقطار العربية. ماذا أدركت معلمة الجغرافيا بعد حديثها مع نور؟ أدركت المعلمة أن نور لم ترسم الحدود بين الدول العربية، ليس لأنها لم تكن تعرف كيف ترسمها، ولكن لأنها تتمنى أن تزول هذه الحدود بين أجزاء الوطن العربي وتصبح الدول العربية أمة واحدة. ماذا تتوقع لو زالت الحدود بين الأقطار العربية؟ لو حصل هنا زلنا تم إزالة الحدود بين الأقطار، طبعا أصبحت الأمة العربية أمة واحدة قوية وحققت النهضة والتقدم. وهنا يكون انتهينا من هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.